سألت الله وأن أحسن دعائي وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة وحججت بيت الله، وكل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عاجل، حتى الآن لم أتمكن منه منذ 8 سنوات، رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي. كل طلبي هو الزواج، حتى الآن لم أوفق، لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله في كل، والله أعلم. لا تيأس يا ولد، لا تيأس. عليك بالطلب والدعاء، وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب. سر ربك أن الله يسهل لك زوجها الصالحة، وأمل الأسباب. بص الناس اللي تعرفهم يلتمسون لك الزوجة، وتعمل الأسباب في تحصيل المال، وتحاسب نفسك في جهة المعاصي. قد تكون حرمتها مثل المعصية أنت مقيم عليها. فهات نفسك. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف انه دعا الله 40 عاما في حاجه فلم تحصل الا بعد 40 عام. ما هو ربك يعلم ويحكم، قد يؤجلها لحكمه بالغه، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبه صادقه من اعمال سيئه، او تحصل لك زوجه صالحه ما بعد حصل وقتها، الى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم اره يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك يدعو الدعاء. الواجب أن الإنسان لا يستحسر، بل يستمر في الدعاء، يحسن له بربه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قضية صاحب إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرح عن وجه السبيل فلان. قال رسول الله: إذا نكفي. قال: الله أكبر. فأنت استمر في الدعاء واجتهد وخذ الاسباب، والتمس المراه، والتمس اسباب المهر ونحوه، حتى تجد ذلك ان شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط. واعلم ان ما اصابه من سهل النفس لا بد تحاسبها ايضا، تتوب الى الله جل وعلا، تنظر في اعمالها، تستقيم على طاعه ربك.